من أيام وصل مصر البطل إبراهيم أشرف الخولي، بطل من رموز قادرون باختلاف، والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في فرنسا بعد منافسة قوية جدا بين 12 لاعب يمثلوا فرنسا وأستراليا كازاخستان وإيطاليا وإنجلترا ومصر. خليني أقول لك إن الناس يعني كلها مبسوطة، الشارع المصري بشكل عام مبسوط من الإنجازات اللي حصلت في باريس من الأبطال البارالمبيين، لأن هم فعلا قادرون، وقادرون مش باختلاف، ده قادرون بشكل أبهرنا كلنا. التفاصيل خلينا نعرفها أكتر من المهندسة أمل مبدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية. أهلا بحضرتك يا باشمهندسة. أهلا وسهلا يا فندم. لما نتكلم عن الإعاقات الذهنية أعتقد أن الموضوع بيبقى أصعب شوية عن الإعاقات الأخرى، وخصوصا في مجال رياضي كان فيه، أو في محفل رياضي كان فيه كل رياضيي العالم يعني بيمثلوا على أرض واحدة. بطلنا إبراهيم الخولي عمل إيه تحديدا؟ طيب أنا بس هختلف مع حضرتك إن الإعاقات الذهنية هو أصعب، هو أحلى. التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من أحلى وأرقى الأحاسيس اللي بتيجي للشخص اللي بيرضى أو اللي عايز أو اللي ربنا، خليني أقول اللي ربنا بيمنحه الفرصة إنه يتعامل معاهم، إنه يتعامل معاهم صحيح، كمتطوع كأب كأم، يعني هو التعامل معاهم ونعمة يعني. بالنسبة لإبراهيم، إبراهيم هو الحقيقة من متلازمة الداون، إبراهيم هو بطل تنس يعني محلي على مستوى مصر، هو بطل الجمهورية. إبراهيم هو معيد، هو أول معيد في العالم من متلازمة داون فعلا، في الجامعة الكندية، وكان اتكرم من فخامة الرئيس. أنا لي الشرف إن أنا الفاوندر والقائمة على العمل والمدير التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، فإبراهيم كان اتكرم في النسخة الأولى، لأن أسف يمكن النسخة الثانية من قادرون باختلاف من فخامة الرئيس، عشان إن هو معيد وإنه وصل لهذه الدرجة العلمية. فالنهارده ابراهيم برضه بيبهرنا تاني وبحصوله على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم في باريس، مع دول العالم مختلفه زي انجلترا، فرنسا، امريكا. يعني الحقيقه كانت المنافسه شديده جدا، فيعني ابراهيم من القادرون باختلاف اللي دايما بيبهرونا بقدراتهم ونتائجهم المشرفه. باشمهندسة أمل، يعني لو هنتكلم عن مشاركة إبراهيم في هذه البطولة الدولية، وزي ما حضرتك قلتي وسط عدد كبير جدا من المنافسين من الدول المنافسة واللاعبين المنافسين ليه، وإنه يقدر يحصل على الميدالية البرونزية، كلمينا أكتر عن مشاركته، كلمينا أكتر عن استعداده وتأهيله وتجهيزه إنه يشارك في هذه البطولة. الحقيقة إحنا كنا عملنا لعبة التنس الأرضي في الاتحاد، اعداد اللاعبين فيها مش كتير، هي لعبه مكلفه، فالاهالي يعني بيحجموا شويه عن المشاركه فيها، مش زي السباحه مثلا او العاب القوى او كده. فعملنا معسكر، اخترنا بعض اللعيبه، وفي الاخر استقر الامر على 4 لعيبه كنا هنشارك بيهم كلهم. المعسكر تقريبا بقاله يمكن اكتر من سنه، سواء معسكر اقامه بالايام او معسكر يوم واحد يعني مع المدرب اللي هو كابتن عبد الستار، وكابتن محمد عبد الستار له باع طويل الحقيقه في هذه الرياضه يعني، ومصنف من في الاتحاد الدولي كمن المدربين الدوليين. وبعدين الحقيقه في الاخر بقى لما قربنا من المشاركه في البطوله، لقينا ان ابراهيم هو الاقدر والاكبر الى الفوز، واحنا دايما عندنا قناعه في الاتحاد نعمل معسكرات وكده، بس يعني الحمد لله عندنا حته المحافظه على موارد الاتحاد وعلى المال العام ده مهم. فلقينا انه الاربعه لو سافروا يعني الرقم هيبقى كبير قوي، وفي نفس الوقت مفيش نتائج هتحقق زي ما بنأمل يعني. الوحيد اللي كان عليه امل بالنسبه لنا كان ابراهيم، فكان قرار مجلس الاداره بان ابراهيم هو اللي يبقى ممثل للاتحاد في هذه البطولة. والحمد لله رب العالمين، يعني كان قرار سليم، ويعني إبراهيم شرفنا وشرف طبعا والدته وشرف مصر كلها. احنا يعني
البرونزية دي ميدالية غالية جدا أكيد، يعني كان في رحلة علشان يوصل لها، وكان في عدد من المباريات والتحديات اللي قدر من خلالها يتغلب. تكلمتينا عن يعني تحديات الداخل، كلمينا بقى عن تحديات باريس، عمل إيه إبراهيم هناك؟ هو الحقيقة إبراهيم يعني دخل في كذا منافسة، أصعبهم كانت يعني هو فاز تقريبا في 3 مباريات أنا بتكلم على الفردي، وكان مؤهل انه يجيب ميدالية كمان في الفردي، لكن حظه في الدور الربع النهائي وقع مع بطل العالم المصنف الاول على العالم. اوكي. فخرج وحصل على المركز السادس بدل ما كان يحصل على الميدالية، وده برضه بالنسبة لنا انجاز مشرف جدا يعني. وفي الزوجي صعوبة الحصول على الميدالية البرونزية في الزوجي انه كان بيلعب مع بطل انجلترا هو زميله في الزوجي، والحقيقه ان هم ما لعبوش مع بعض قبل كده، فدي صعوبه ان ما فيش هارموني بينهم او ما تدربوش مع بعض، ورغم كده حصلوا على البرونزيه. فالحمد لله رب العالمين يعني. باشمهندسه امل، يمكن احنا اتكلمنا عن تجهيز بطلنا طبعا ابراهيم، استعداده وتجهيزه وتاهيله، خلينا نقول رياضيا، أنا عايز أسأل حضرتك عن تأهيله كمان نفسياً. كلميني أكتر عن حالته النفسية، عن استعداده وصلابته النفسية أثناء المباريات القوية دي كلها، وأثناء سفره حتى، والمواجهات اللي يمكن قابلها زي ما حضرتك كنت بتتكلمي فيه، إن كان في الفردي أو في الزوجي. يمكن عشان المرة دي معانا لاعب واحد بس فيها لاعب، فالحقيقه كابتن محمد عبد الستار هو المدرب بتاعه منذ الطفوله. يعني ابراهيم عنده 29 سنه، ف يعني من ساعه ما ابتدى لعب التنس الارضي وكابتن محمد هو مدربه. فموضوع التاهيل النفسي ده كان كابتن محمد هو المسؤول عنه سواء رياضيا او نفسيا، والحقيقه قام بالدور يعني طبعا بنوجه له كل التحيه طبعا. حضرتك قلتي حاجه انا بقول حضرتك بنوجه له طبعا كل التحيه. طبعا. طب في خطط تانية بقى لابراهيم بعد برونزية كاس العالم، هيستعد لايه؟ هيعمل ايه؟ هو احنا ان شاء الله عندنا بطولات دولية بنشارك فيها طبقا لاجندة الاتحاد الدولي، مش بس في رياضة التنس الارضي ولكن في رياضات مختلفة زي السباحة. احنا عندنا اكتر من 9 رياضات في الاتحاد بيمارسها ابطالنا من القادرون باختلاف، زي تنس الطاولة، السباحة، العاب القوة، كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، التايكوندو، الكاراتيه. فعندنا إن شاء الله لأول مرة برعاية وحضور زي ما فخامة الرئيس وعد الأبطال في قدرون النسخة الخامسة، عندنا الإعداد لبطولة العالم اللي مصر هتستضيفها في 2027. دي هتبقى أكبر وأول بطولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على أرض مصر، هيشارك فيها من المتوقع أكتر ما بين 2000 لاعب، عدد كبير جدا من المدربين. يعني دي البطولة للاتحاد الدولي اللي هي مساوية للألعاب البارالمبية، بتتعمل كل 4 سنين. فإن شاء الله يعني هيبقى عندنا كذا بطولة برضو مؤهلة للألعاب العالمية أو الدولية 2027. ويعني احنا دايما بنعمل منتخبات، وقناعتنا ان مش منتخب يتعمل 2 3 او شهر او شهرين، لا، المنتخبات بتاعتنا بتقعد بالسنين، سواء يعني منتخبات مقفوله او مفتوحه في كل الالعاب يعني. طيب باشمهندسه، بجانب بطل ابراهيم اشرف الخولي، ايه النجاحات اللي تم تحقيقها في بطولات اخرى لابنائنا من ذوي الهمم؟ احنا كان عندنا بطولة العالم او الالعاب العالمية اللي كانت معمولة في باريس 2023، مصر حصلت على 27 ميدالية في العاب السباحة وتنس الطاولة والعاب القوة والكاراتيه والفروسية. حصلنا على 27 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونز، وتم تكريم اللاعبين في النسخة الخامسة بوجود فخامة الرئيس من قادرون باختلاف. واللي قبلها كانت في استراليا، برضو حصلنا ساعتها على 11 ميدالية في لعبتين.
ودايما بنشارك بقى في كل بطولات العالم اللي على الأشياء. فالحمد لله الاتحاد رغم قصر او يعني مدته، احنا تم اشهار الاتحاد في 2014، في 2014 يعني تقريبا ما كملناش لسه 10 سنين، لكن انجازات لاعبينا وعدد الميداليات لا الحمد لله، يعني احنا راضيين ونتمنى طبعا ان يبقى اكتر واكتر يعني. نشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندسة أمل مبدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، شكرا لحضرتك يا فندم.